السلام عليكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم العيادة النباتية. أنا بس عايز أقول لكم إن أنا بعتذر لكم على إن الأسئلة كتير قوي اللي بتورد البرنامج. إن شاء الله هنعمل حلقة مخصوص. أنا بقالنا أسبوعين تقريبا ما بعلنش عن أسئلة حضراتكم على الشاشة، إنما بإذن الله الأسبوع الجاي هنعمل حلقة كاملة على الرد على أسئلتكم، وأنا كده كده بجاوب عليها على الصفحة، والناس اللي بتبعت لي على الواتس أنا كمان بجاوب عليها يعني. وهي صفحة العيادة النباتية على الفيسبوك، وبالإنجليز ذا بوتانيكال كلينيك، يعني ابعتوا على دي وعلى دي وهرد عليكم بإذن الله يعني. وإن شاء الله زي ما وعدتكم هيبقى في حلقة كاملة للرد على كل أسئلتكم. النهاردة هيكون معانا ومعاكم الأستاذ الدكتور سمير حافظ محمد دسوقي، عميد كلية الهندسة الزراعية بكلية الزراعة، لا بجامعة الأزهر. ازيك يا دكتور؟ أنا بمعليك. أنا قلت كلية الزراعة، معلش. هي بجامعة الأزهر اللي كلية. كلية الهندسة الزراعية. كلية الهندسة الزراعية دي جامعة الأزهر بعيدة قوي عن الزراعة. لا في فرق. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بمعليك يا دكتور. الهندسة الزراعية يا فندم بقت شيء ملح. يعني بنشوف بره دايما أي مشكلة يروح مقتلعين لها مكنة عشان الشغل اليدوي بيفقد في المحصول. مش كده؟ تمام. تبص تلاقي مثلا بنيجي نعمل مثلا عنب او الزيتون، نلاقي مثلا 20% 30% بتوصل ل 80% نسبه فقد. بره وصلوا ل 100% سليم. فمن هنا وصلت الهندسه الزراعيه. عايزين نعرف ايه اللي خلى يعني في مصر بالذات، واحنا ما عندناش المساعات اللي بره دي، يتعمل كليه الهندسه الزراعيه. هل في خطه لزياده المساحات فتقوم الكليه تبرز نشاطها، او ايه الموضوع بالظبط يا دكتور؟ معليك طبعا التطور السريع للزراعة وللمكانة الزراعية، التطور دي في الفترة الأخيرة فقط لا غير. انت عارف طبعا الزراعة في مصر من قبل الميلاد ب 8000 سنة اكيد، النهاردة 10000 سنة زراعة. المكانة كلها في العالم 1850 بدأت انجلترا بصناعة بعض الآلات، وكان يصين هذه الآلات المهندسين الألمان. اول جرار نزل مصر في مزرعة الأمير عباس حليم هنا في مصر، كانت في شبرا، ودي أول جرار نزل من إنجلترا، والمهندس اللي قام بالتشغيل مهندس ألماني، ده 1850. بعد كده الازدهار بدأ ينشط في جنوب آسيا، وينشط في أوروبا وفي أمريكا الشمالية. بدأ التطور والاحتياج. كان الأول القطاع كله أو عدد السكان كله كان يعمل بالزراعة، ما كانش في مهن غير الزراعة في ألمانيا. في ألمانيا مثلا. وبعدين سيادتك بدأ ينشط عملية تصنيع الآلات الزراعية اللي هي احتياج الفرد وليست على سكيل كبير. وبدأ بهذه الآلات البسيطة، بدأ 5% من سكان الدولة يعملوا له بقطاع الزراعة، وقعدوا 95% بدون شغل. شوف الآلات وفرت قد ايه سيادتك؟ 95%. فبدأ يتجهوا إلى التصنيع. فلما اتجهوا الى التصنيع بدأ في صناعات، ونشط الصناعات بقى بأشكالها وألوانها. نشط الصناعات. من هنا حصل أزمة، انقلب الحال، حصل أزمة في اليد العاملة، فبدأ ينشطوا إنتاج الآلات الزراعية بسكيل كبير، وفي تخصصات أخرى من تخصصات الآلات الزراعية. بدأ التقدم. يعني إحنا وصلنا التقدم يعني بعد في القرن 19. يعني احنا اول حاجه شفناها بدانا نشوف الالات في القرن 19. بدايه انت عارف احنا بدانا من قديم الازل الاله اليدويه الفاس، وبعدين الفاس تطورت الى عجله، وبعدين العجله دي تدور حركه، الحركه دي بتمد الاله من عجله الارض، بتمد الاله بموشن يعني. وبعدين دخل المحرك البخاري، وبعد المحرك البخاري دخل محرك الديزل الاحتراق الداخلي، وبعد الاحتراق الداخلي دخل محرك الكهرباء، ودلوقتي احنا في قمة الماضي، واحنا مش عارفين ايه اللي جاي ان شاء الله. جاي كتير جدا في الهندسة الزراعية والمكانة الزراعية. ما اوضح لسيادتك، الهندسة الزراعية من اقسامها المكانة الزراعية. يعني المكانة الزراعية الاسم القديم ده بقى قسم في الهندسة الزراعية دلوقتي. معقولة؟ يعني ايامي انا كان عندنا قسم سنتين مكانة زراعية. تمام. لا احنا خلاص عاد الهندسه الزراعيه تضم اربع اقسام زائد الشعب العامه. دلوقتي بقت المكانه اللي هي هندسه القوه والالات الزراعيه دي بقى قسم لوحده.
وايه الاقسام الثانيه؟ الاقسام الثانيه هندسه الري والصرف. هندسه ري هندسه ري وصرف، هندسه التصنيع الغذائي، هندسه المنشات والتحكم البيئي، الزراعه المحميه وايواء البيوت، الايواء والصوب، الحاجات دي كلها. ودي قسم عندنا، وبعدين الشعب العامه اللي بياخد من كل الاقسام وبيطلع خريج برضو قوي. نرجع لسؤال سيادتك. النهارده التطور السريع في الالات الزراعيه، انا عايز اقول لما عليك حاجه خالد بيه، لو انا قعدت من اللحظه ديت متواصل شهر كامل لن اخلص او انهي ادراج اسماء الالات، اسماء وليست شرح. كم الات، كل محصول له الات مختلفه عن المحصول الاخر، وكل ارض لها اله مختلفه عن الارض الاخرى. فسيادتك النهارده الزراعه كلها بقت الي بنسبه 100% في الدول المتقدمه زي اوروبا. احنا شايفين اهو، شايف حاجه غريبه جدا. اوروبا وحتى الزراعه المائيه، حتى الزراعه المائيه بقت الي كامله. النهارده العامل بيدخل الشتله بيقعد على الباب الصوبه ويستناها لفت دورتها طلعت بره الحصاد على نفس الباب. ما عادش تدخل انسان في الزراعه. احنا قادمين في هذا المجال، مصر قادمه طبعا، المساحه كبيره ما شاء الله، التوسع الافقي زاد، المليون ونص فدان اضاف مساحه كبيره. احنا الالات الزراعيه في مصر هقول طبعا مش ملحه على الناس، محطات الميكانة عندنا مش ملحقة على المزارعين. اقول معليك يا خالد بيه ان احنا عاوزين محطات ميكانة خاصة تعمل بادارة القطاع الخاص وتمول من البنوك المصرية باقل فايدة، وتنشط هنا الالات والميكانة الزراعية في مصر. يعني بمعنى ان احنا عندنا قطاع ميكانة ازاي؟ خاص بالصيانة ولا خاص بالابتكار ولا يعني احنا عندنا القطاع الآلي في وزارة الزراعة ده شق موجود من زمان من ايام الدكتور يوسف والي، وهذا موجود برضو ويعمل بكفاءة في بعض المراكز وما بعملش بكفاءة في مراكز اخرى. ولكن انا عاوز اقول دخول القطاع الخاص، الناس الملاك يكون قطاع خاص، يخش ياخد يعمل يجيب آلات من فلوسه الخاصة تحت اشراف مهندسين الارشاد ومهندسين المكانة الزراعية وزارة الزراعة، ويعملوا له تسهيلات عشان يجيب كل الالات اللي انت سيادتك هتشوفها دلوقتي معروضه على الشاشه. لازم ننمي من هنا. لازم انا راجل محتك بالارض الزراعيه ويومي في الارض الزراعيه، انا بقول لن ننشط الا بدخول القطاع الخاص في المكنه الزراعيه في مصر مع تسهيلات من الدوله، اعطائه مكان استراتيجي في المحافظه، تمويلاته من البنوك بفايده قليله، هتشوف القطاع الخاص ينشط والزراعه تتطور على طول. لان انا النهارده بروح ارض بقف ابص وبمشي، مش قادر اجيب المكنه اللي انا اقدر ازرع بيها، مش قادر اجيب مكنه حصاد البطاطس بعد ما زرعت، مش قادر اجيب البنجر، مكنه البنجر مش قادر اجيب. كل محصول دلوقتي عنده الاته من اول التسويه والزراعه والتسميد والعزيق وكل والرش والوقايه والحصاد والتجميع والتحميل والنقل، ده كله محصول. يعني في بلانتر بيحط بذور، في بيعمل شتلات. انا شايف ان كل حاجه فيها ميكنه. هل معنى اقدر اجيب ان انا هتوقف الهندسه الزراعيه ان انا استورد، ولا استورد حاجه وابتدي اعدل في ده وابتدي اعيد تصنيعها؟ اقول لسيادتك النقطه دي مهمه جدا، يعني سؤال احنا بنقوله برضه سيادتك لكل الناس اجابته. احنا عندنا اتفاقيه اسمها الهندسه العكسيه. بمعنى ايه الهندسه العكسيه؟ يعني انا من الدول التي وقعت على الهندسه العكسيه، بمعنى انا ما اقدرش اخد واقلد تيبكل، لازم اطور، تحط قيمه مضافه فيه. اطور واعمل براءه اختراع. ده اللي قدامنا عشان اقول لمعاليك ايه النقطه اللي موقفها التصنيع، لازم احنا نخرج منها بالتطوير. فتيجي عندنا مثلا في رساله عندنا اقول لك تصميم اله لتسميد الارز. لا، انت لو صممت صمم بعيد عن الات العالم كلها بديزاين تاني خالص، او تقول تطوير اله لزراعه الايه الارز، يبقى انت خدت الاله اللي انت صورتها طورت فيها ونزلتها السوق، ما حدش له حاجه عندك، وعملت براءه اختراع. ده عادي. دي عادي، انما انشئ شيء من العدم ده برضو صعب. انشئ شيء تيبيكال، يعني تجيب حاجه وتفككها زي الصين ما بتعمل وتصنعها بالظبط، ده ممنوع عندنا في مصر. ممنوع احنا ماضيين على اتفاقيه الهندسه العكسيه. انما ممكن اجيب للصين عملته ديت، او اجيب الحاجه معموله في المانيا وابتدي اطورها لخدماتي انا، اضيف عليها حاجه معينه، اضيف واصدرها، ممكن اصدرها لدوله المنشا على اساس انها فيها شيء اضافي او بيتعمل حاجه، صح؟ بالظبط. تبقى بتاعتي، من حقك، تبقى انت اللي طورت اي جزء في الاله. اي جزء في الاله
خلاص طلعت بره التصميم من العملات الدوله الاخرى، وبتعمل براءه اختراع قبل ما تنزل السوق، ونزل السوق وصدر لافريقيا وكل الدول حتى لدوله المنشا. بس الناس كلها تاخد من بعضها يعني، ما فيش علم اسم واحد طلع مثلا اختراع كمبيوتر. لا لا يعني لا لا, لا ما فيش حاجه كده، ما فيش الكلام. وبعدين يا فندم احنا بشوف ناس، يعني اعرف واحد مره جالي وقال لي انا عندي اتخرجت مكنه تقشر لي التين الشوكي. مظبوط، واخبار حضرتك ده يعني ده حاجه جميله جدا. مع انها ما انتشرتش. وكل ما اقول له واحد بتاع التين الشوكي ده فيه كذا يبقى منبهر. ايوه ده احنا ممكن نصدر. ومع ذلك ما انتشرتش. انا يعني اللي دخل كليه الهندسه الزراعيه دكتور طبعا تحت اشراف الاساتذه الكتير اللي في الكليه وبالتعاون مع كليات الهندسه، مش ممكن نطلع حصه الابتكاريه عند الطلبه؟ حصه طلعوا حاجات كتير يعني، حضرتك كنت عملتوا معرض. مظبوط صح. مظبوط مش كده؟ وكان في حاجات مبهره يعني. ان شاء الله. ده في استمراريه ولا هي مره وخلصت ولا لا؟ لا لا احنا دلوقتي سيادتك عندنا مشروعات التخرج فوق الوصف اللي انا بقوله لك في الالات. يعني احنا لسه مستلمين امبارح مشروعات التخرج، وان شاء الله يوم الاثنين اللي بعد القادم الطلبه هتيجي، هتعمل ان شاء الله بعض القنوات هتيجي تصور، وان شاء الله هندعي رئيس الجامعه فيها. زيادة على كده معرض صحارى عمل معايا بروتوكول باحتكار كلية الهندسة الزراعية لمعرض صحارى فقط، وادانا المساحة من دلوقتي يوم 13/9 ان شاء الله ليكم لينا الهندسة الزراعية. نيجي نصورها دي يا فندم. طبعا سيادة الشرف لينا. واشترط ان انا ما انزلش في معارض اخرى. ليه بقى سيادتك؟ زي ما انت شفت سيادتك المعرض الماضي كان هايل، الهندسة الزراعية عدد هم طبعا تابعوا عدد الزائرين في كل البرتشانات، لقوا الهندسه الزراعيه اكبر عدد زائرين، لقوا مننا شكل جمالي هايل، منتجات جديده، فهم السنه دي قالوا لنا احنا عاوزين نحتكركم بحيث ان انتوا تنزلوا وليكوا اكبر مساحه انتوا عاوزينها. وده ان دل على شيء، ده اللي ان انتوا سبتوا تاثير الا ما كانوش استضافوكم. لا طبعا، واحنا كنا السنه اللي عدت انا كنت بتحايل عليهم، السنه دي هم اللي بتحايلوا عليا. عنوان الحلقه النهارده يا فندم الميكنة الزراعيه وزياده الانتاج. بمعنى انا بشوف ان المزارع الكبيره بتاعت العنب بيفرزوا مش عارف ايه ويطلعوا يدوبك 20% القابل للتصدير، مع ان ساعات نقرا حاجات تانية تلاقي ناس 100% العنب اللي بيطلع الانتاج كله قابل للتصدير. هل احنا عندنا في قسم خاص بجمع المحصول بحيث يستغني خالص عن عيوب الايدي العامله ديت؟ سيادتك لو انت مركز سيادتك في السؤال على العنب. لا مش عنب على اي حاجه، بس ده اللي انا شفته. تمام. زيتون مثلا اي حاجه يعني. احنا سيادتك دلوقتي عادي الجمع كله بالكاميرات الذكيه. الكاميرات ديت مزوده بحساسات ومزوده بكل التكنولوجيا اللي انت تتخيله. بتخش على الثمره بالتوجيه بكاميرا، بتحس ان الثمره دي استوت، تبدا تتعامل معاها وتقطفها بغير اللمس من مكان القطف. مكان القطف. وعندي في الكليه مشروعين، السنه الماضيه واحد والسنه دي واحد، وشغلناه امبارح حاجه تفرح. طب المكنه بتخش ازاي يا فندم؟ بتخش بين الشجر. مدروس كل حاجه سيادتك، مدروس طول الزراعه قد ايه، وارتفاع المكنه قد ايه، والمسافه بين العجل قد ايه، والحركه الاماميه قد ايه، والتوجيه ازاي، ده كله مدروس تماما. ودي موجوده اوريدي، موجوده في العالم، بس احنا عندنا مشكلتنا ان السكيل صغير بتاع الاراضي الزراعيه. فبنعمل مكنه تناسب الفلاح العادي اللي زرع فدان وفدانين وخمس فدادين. المكنه موجوده بالتوجيه، بتحس بالعنقود ده استوى، بتروح قطعاه وشايلاه على طول، منزلاه في الصندوق بتاعه، ومنزلاه بطريقه ذكيه جدا. بتسقطه في كونيكال مخروط كده قمع. بتروح مسقطاه بدون عمليه همر، مفيش خبطه للحبايه، مفيش اي تاثير ضغط على الحبايه، عشان العنب من التلامس كتير بتبوظ حبايه في عنقود العنب، تبدا تدمره. مفيش فيلم ده يا فندم؟ بنزل كله سيادتك موجود معايا على فلاشه بره دلوقتي، انت سيادتك هتزورنا ان شاء الله. لا ده انا لازم. فبيبدا العنقود يمشي في عاملين له ماسوره مرنه جدا من السيرام اللي هو النت شادو نت، مرنه خالص. العنقود حسب الجرافتي بنزل، بروح نازل في الصندوق بتاعه جنب محمول في الآلة من تحت، من غير ما يجري ومن غير ما يتجرح، ومدروس زاوية الاحتكاك ومدروس زاوية المكوس بتاع الآلة. يعني مرفيع ده الآلة عندي دي أنا طورتها، بتجمع المانجا، شغلناها السنة اللي عدت على المانجا. الكاميرا بتشوف الحباية، ما أنا محفظها اللون، محفظها اللون كويس، بشوف لون الثمره اللي دخلت على اللون الاصفرار، بتروح داخل عليها المقص قاطفها، نازله في نفس النظام في الماسوره المرنه، تنزل في القفص بتاعها خلاص. يعني ده سيادتك هنا في مصر، وعندي في كليه الهندسه الزراعيه. مصر يا فندم. مصر صرف. مصر صرف. كله منتج في ورشه كليه الهندسه الزراعيه جامعه الازهر بيد طلبه بكالوريوس الهندسه الزراعيه. الطلبه بتوعنا. الطلبه. تحت اشراف الاساتذه عندنا. ده شيء مبهر.
يعني احنا لو ركزنا على الكليه دي، انا متخيل مش تحيزا لحضرتك ومش تحيزا للزراعه، انما انا متخيل ان احنا لو ركزنا على النقطه دي بس احنا نوصل للعالميه ان شاء الله. يعني لو صدرنا ده لدول افريقيا ودول الدول العربيه ونحن المصدر الوحيد، اعتقد تفرق معنا كتير قوي. سيادتك بنستخدم دلوقتي احنا الفيريان تكنيك، كل حاجه دلوقتي بالكاميرا بتشوف، واحنا محفظين الكاميرا ايه المنتج اللي احنا عاوزينه، ايه الثمره او صف الثمره اللي انت تجمعها. فهو بيوجه طبعا العامل قدامه شاشه ماشي بالمكنه، قدامه شاشه زي حجم اللابتوب بالظبط، هو شايف هي راحت فين، بوجه بتروح قطع في، يعني الكلام ده بياخد ثواني ثواني مش عشان يجمع محصول كبير. يبقى لو انا بهز عود المانجا زي ما انا بجمع الزيتون بهزه، ولا بخبط الثمره بتيجي عندك جنب بايظ منها وانت بتتعامل معاها في البيت، بتلاقي جنب بايظ وفيها هدر كبير. طبعا تمام. لا فدي خلاص هي بتروح تجمعها ومنزلها لي، تطلع كأنك انت طلعت لها الشجره مش هي اللي نزلت لها. سؤال هنا، في شجر مانجا عملاق بيعدي 13 متر وفي مانجا 2 متر 3 متر، الوصله التلسكوبيه كله بالزرار بيمد الوصله التلسكوبيه بيجيب اللي فوق واللي تحت وكله، يعني وفي عمق الشجر. طب هايل. طب هل الشجر اللي بيجمع المانجا ممكن مثلا احط له حاجه يجمع الزيتون، ولا الزيتون ليه حاجه والمانجا ليها حاجه والعنب ليه حاجه؟ لا بص، كل نبات له خواصه طبيعيه. الخواص الطبيعيه بتاعته، الزيتون قوي جدا، حجم الثمره صغير، ما يجيش الا بالفيبريشن. فيبريشن اهتزاز. اهتزاز، ودي مكان مالها اسبانيا ما شاء الله، ونزل هنا في مصر. المكنه بتخش بتحزم الشجره بالتوجيه، بتفرد اوريدي في ثواني قماش عباره عن زي سلندر، القماش ده محمول، تبدا يهز الشجره كله، منزل بتروح لما تاني الفرشه دي منزلاها في الخزان بتاع المكنه، الشجره الغيره والغيره وهكذا. أنا شفت حاجه هايله، شفت في معرض اسبانيا في سنه من السنين في معرض صحاري، مكنه بتخش على شجره زيتون، والزيتون عندهم شجر قصير كده صغير، بتخش وبتفرس كله يعني بتعبيه. هل بعدين لما جبت سالت قال لا لازم تصمم شجره الزيتون من ساعه ما تزرعه بحيث انه يوصل، والمسافات تبقى معروف ان ده تجمع مكانه. احنا سيادتك تربيه الزيتون او تربيه المانجا او تربيه المانجا، احنا علشان ما عندناش الات للجمع، فاحنا بنربي افتح قلب الشجره خلي الشمس تخش وبعدين النبات يشيل محصول كبير. دي الهدف بتاعنا. لا النهارده بزرع عالي زي الكويت المسلحه، مزرعه النخل البرحي زرعت انا مسافات منتظمه بالملي. ليه زرعت بالملي؟ ما ممكن نخله تسبق نخله بخمسة سنتي، عشان المعاملات الجمع والرش والتسميد، مكنه بتطلع عاميه مظبوط مسافتها على 8 متر بين الشجره والشجره، بتروح عامله حسب الشجره تروح مطلعه عليها المبيد او السمات او اللي انا بغسل الشجره، وانا الجرار ماشي بسرعه منتظمه، سرعه اماميه منتظمه، يبدا يشوف بتبدا الرشاشه ترش على اللون ده فقط لا غير، ما بين النخله والنخله بتقفل اوتوماتيك في الرش، في الرش وفي التسميد وفي الغسيل. خلاص عاد كله سيادتك بالكاميرات الذكيه، بنسميها الفيرجن تكنيك دي، ما عادش في اله الا هتشتغل الويتس الغريبه. هنزل الجرار يمشي، المكنه ماشيه وراه، عارفه النبات الغريبه، انا هحفظها النبات ده والنبات والنبات ده لونه كذا ولونه كذا، بتنزل عليه على طول بترش بالمبيد المتخصص تموته، وتسيب مثلا البطاطس وتسيب مثلا البنجر. ده هايل. موجود عندنا، عملنا واحده كانت رساله دكتوراه لواحد معانا في قسم القوه والالات الزراعيه ما شاء الله، والتجربه ان شاء الله لما تزورونا هنشغلها لكم وتتفرجوا على الحاجات دي. ده اكيد. احنا داخلين اقوياء جدا، بس انا اقول لسيادتك احنا كليه واحده دلوقتي في مصر، وشرف لينا ان احنا بدانا جامعه الازهر بقياده فضيله الامام الاكبر وفضيله الاستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعه، صراحه داعمين ليا بكل القوه في الهندسه الزراعيه. بس انا بقول احنا عاوزين نجري اسرع عشان ننهض العالم، ننهض العالم. العالم عمال يجري كل يوم ابتكار اله، ده البيوت بتطلع الات مش المصانع، البيوت بتنتج الات. يعني على سبيل المثال عندنا مثلا مكنه صناعه الخيط من البلاستيك اللي بيصنعوه بعد كده، اللي هو شادو نت، اللي هو شبكه الظل اللي على الصوب، اللي هو السيران ده، السيران. تمام. دي ايه؟ صناعه محليه، مكنه في البيوت، ست وجوزها وبنتها بينتجوا المكنه ديت في تايوان في بيتهم. معقوله؟ في بيتهم. واحنا بيجي لنا الحاجات دي كلها تديك المكنه بمليون ونص، بعد اسبوعين تقول لك احنا طورنا عشان تطلع لك
فتلة الميكروني بتاعها أقل، توفر لك في الخامة كده. طب المكنة دي بكام؟ ب2 مليون. وانت لسه ما جبتش ثمن المكنة الأولانية وبعتت لي عاوزة تبعت لك واحدة تانية في البيت. وزرنا البيوت دي ومستورد منهم، مصر بتستورد منهم كل المكن ده، بيت وليست مصانع. طب احنا معانا هنا دلوقتي حضرتك كنت جايب لنا برضو فيديو اللي هو البوتيتو بلانتنج، زراعة البطاطس. تمام. هو معانا اهو. حضرتك جميل قوي. طب يا ريت يا جماعه تشيل نرتبها. ده ايه ده بقى يا فندم؟ اشرح لنا حضرتك كده. بص سيادتك، احنا اول حاجه عشان اصمم الاله الكبيره دي لازم اكون مصمم قدره الجرار او مختار قدره الجرار تناسب هذه الاله. قدره الجرار عشان تشد الاله دي بتشيل لها 20 طن محمله على صندوقها وهي ماشيه جمع بطاطس. السود ده بتاع حضرتك مش كده؟ بعضه مني وبعضه انا جايبه يعني. فتبدا يعني الالات دي موجوده عندنا في شركات عملاقه في مصر. اللي دي على ذكر الشركات موجوده مليانه في مصر، وما شاء الله بزيارة الطلبة بنزورها الأماكن ديت في الصلاحية الجديدة. وفي شركات التانية زي شركات الدولة زي شركات رمسيس وشركة الصلاحية للتنمية والاستثمار الزراعي، وبنشوف الكلام ده كله موجود. والشركات ديت ما شاء الله نقل التكنولوجي من بره بالظبط، بل بتضيف وبتعدل عليها هنا في مصر. المكنة بتخش تختار ثمرة البطاطس من تحت الأرض وبتطلعها وبتحسسها بتعمل لها فريكشن، تنزل الرمله فيها وتطلع على كونفير بيلت سير ناقل بهذا الشكل، تخش على المقطوره النقله. شوف سيادتك دكتور خالد كم الالات اللي شغاله خدمه للبطاطس. يعني لو انت دورت كم اله حول الجمع فقط لا غير، شوف اله جمع، اله تنظيف، اله نقل على الجرارات، وبعدين يخش في بيحطوها في شويله يا فندم كبير مش كده، قال اقول يشيلها لك كراكات تحط على العربيه تطلع على المصانع. كتير قوي تطلع على المصانع ده كله في بند الحصاد. بالظبط بند الحصاد. النقطه اللي سيادتك سالتيني فيها واحنا بنسرح شويه، المعاملات مع بعض الحصاد، هي دي. هو دي العنب اللي انا حافظ عليه بعد الحصاد، انا راجل انتجته كويس. هبوظه وانا بسوقه، هبوظه وانا برصه في البرانيك، هبوظه وانا بنقله على المقطوره. دي كلها معاملات بحصاد احنا بندرسها للطلبه، ازاي احافظ على المنتج ده لما يوصل العميل بره مصر يوصل بحالته الطبيعيه. وده موجود كتير الحمد لله. انا وفرت هنا عماله، وفرت مكن لان هو فحر لي طلع لي من تحت، وفي نفس الوقت بقت نظيفه، وعدتها على العربيه، مجرد بس تغلفه وتعبئه وتغليف بالظبط. لا المعاملات ما بدأ هنا حصار. زراعه هنا تقريبا بيزرع. المعاملات ما بيفجج الارض دي فجاجات. شوف سيادتك بيفجج يعني دلوقتي عادي جرار ينزل يفجج الارض اللي هو عامل خطوط ويزرع في نفس الوقت. جرار وراه اذا كان هنغطي او نسمد او نضيف تعقيم، كله ده بيتم ورا بعض، الجرارات ورا بعض. ودي دربنا عليه في واشنطن ستيت هناك في حته اسمها ولا كوميونتي كوليدج، واحنا بنعمل تمهيدي دكتوراه. خلونا ركبنا الالات ديت وليست منظر وليست صوره على التلفزيون. لازم كل طالب يركب ويعمل منورات ويلف ازاي ويحسب الوقت بتاعه بتاع الجره بتاعته بالمصطلح الزراعي، ووقت اللي بيفقده في الدوران، وكميه المحصول وكميه النباتات اللي نازله بهذا الشكل. يعني سيادتك حاجه تفرح، يعني حاجه تفرح. واقول لسيادتك الجمله بقولها في كل حلقات، لن تتقدم الزراعه في مصر، وبقولها في جميع الحلقات اللي انا باجي فيها في التلفزيون عندكم او عند القنوات الاخرى، الا بتقدم الميكنه الزراعيه والهندسه الزراعيه في مصر. لن تتقدم الزراعه الا بتقدم الهندسه الزراعيه والميكنه الزراعيه. طبعا اهميتها الميكنه، الناس كلها شغاله بالميكنه. تمام. ما عادش حد ينفع الا بالميكنه. بس في حاجه هنا يا فندم، هل اللي بيشتغل في الهندسه يعني بتوع الهندسه في عندهم هندسه طبيه مثلا؟ مظبوط. ده لازم يبقى في مستشفى عارف الدكتور محتاج ايه والاجهزه ايه ونظامه ايه، وبعد كده هو يحولها الى هندسه ويديله الخدمه. ولولا تطور، يعني المهندسين كلهم يقولوا تطور الطب بتطور الميكنه اللي هي الهندسه الطبيه. تمام. يعني هنا بنقول تطور الزراعه بتطور الميكنه الزراعيه. لازم بتاع المهندس بتاع الميكنه الزراعيه ده لازم يكون بتاع زراعه. مظبوط. مش كده يا فندم؟ مظبوط. وهل ده بيراعيه ولا هو بياخد كورس في كليه الزراعه لا تاني؟ طبعا لا. ولا ايه الموضوع؟ معليك يا دكتور خالد، احنا عندنا الكورسات 70% هندسيه و30% منها زراعيه. زراعه صرف. ودي بيدرس الكورسات دي في كليه الزراعه المجاوره ليا، ان انا كنت قسم فيها قبل كده. فهي كليه الزراعه بتقوم مسؤوليتها بتدريس المواد دي، المواد دي كلها اللي انا بحتك عاوزها، اللي انا بحتك بيها بالاله الزراعيه. تمام. فمثلا يعني في كل الالات الزراعيه بتحتك بكل انواع المحاصيل، بتحتك بالمزارع السمكيه،
بتحتك بكل حاجه، كل الالات الزراعيه في جميع المجالات. انا بدرس الطالب الكورسات ديت في كليه الزراعه جنبي، بقوم بيها اساتذه من كليه الزراعه. طبعا ما هو هيصمم على حاجه مش عارف طبيعه المحصول، لا بيصمم بناء درس المحصول، وبنزل الفيلد وبنزل المزارع. الجامعه عندنا لينا مساحه ضخمه جدا في مصرد، ولينا مساحه ضخمه جدا في مدينه السادات، ومعالي السيد رئيس الجمهوريه اختارنا ان احنا في الكيلو 80 صحراوي اسكندريه فيها تعمل 50,000 الى 60,000 فدان للمراكز البحثيه وكليات الزراعه والهندسه الزراعيه في مصر. وقدمت ان انا عاوز 250 فدان، وان شاء الله هيجي لنا نتيجه قريب. ده تجارب اوامر تجارب اوامر من السيد رئيس الجمهوريه. والحمد لله انا هندسه زراعيه اخترت 250 فدان. ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله. طبعا هو ادوكم 250 فدان دول بناء على اهميه الهندسه الزراعيه اكيد، ونص الهندسه اللي احنا عندنا 1.5 مليون فدان، وفي 1.5 مليون فدان بيتعملوا تاني. فمصر في تقدم زراعي غير عادي، يعني فيها تحديات غير عاديه. بس السؤال هنا اللي بيراودني النهارده، انا واحد مركز قوي في الميكنه الزراعيه الخاصه بالبطاطس، واحد تاني مركز في العنب. هل التخصصات دي بعد فتره، يعني بعد التطور، هتبقى واحد عندي مهندس تطوير البطاطس وده بتاع العنب، ولا هو مهندس هيكنه كله؟ لا هو هو فعلا هو مهندس هيكنه كله. ان عندي هندسه القوى الالات الزراعيه ده بيطلع محتك بجميع الالات، سواء لمحصول العنب سواء لمحصول البطاطس سواء لكذا. ان الراجل دارس كويس جدا ويعرف يطور ويعرف يتعامل مع الاله كويس جدا وشطار جدا. ان انا باخدهم 93% تنسيق سنويه، يعني باخدهم اصلا اولاد ذكياء وشطار. التخصص في المحصول ده انه موجود، صعب ان انا اعمل اله هتجمع عنب او تعزر على شتلات العنب وتزرع بطاطس. صعب. مش هي دي القضيه ان انا مثلا انا راجل مهندس عارف ميكانات العنب وعارف متطلبات الانتاج ومتطلبات الحصاد، فانا مركز قوي ان انا اطور دايما محصول العنب. انا فاهم بعمل ايه، كل سنه بضيف حاجه. واحد تاني بتاع بطاطس غير لما يكون واحد دايس في كله، وممكن يكون دايس في كله، انما اعتقد انا بفرض افتراضي. هو سيادتك الخريج بيطلع يتعامل راجل مهندس تمام، ولكن لما تيجي مثلا بعد الشركات البطاطس المنتجه للبطاطس زي شركتين اكبر ثلاث اربع شركات في مصر معروفين، بيجيبوا مهندسين من بتوعنا بياخدوا اعادوا عنده للبطاطس يكتسب خبره ويطور بقى ويشتغل ويدير. وعشان كده شركات البطاطس قافله عليهم، صعب المهندس ده يسيبه ويمشي، بيدوله مرتبات هايله صراحة أيمين بشغل هايل مع التطوير. انت عارف الأراضي المصرية أراضي قوية طبعا. احنا كل دول العالم لمنتجي الألات دي أرض دبلية، أرض ترسيب غابات. فتلاقي المتر الدبالي عندهم الأرض بتزرع دي كلها عمقها متر بس، وبعد كده صخر. احنا عندنا عمق الطين مثلا في حوض الشرقية 17 متر طين. فالأرض قوية جدا، التماسك فيها قوي جدا. فهي لما شغل قلت بطاطس عندنا في الشرقية بعاني، لازم أخلط الأرض برملة في الزراعة عشان تفك معايا وتساعد البطاطس في النمو. المهندس بتاعي بيطور بقى أسلحة جمع البطاطس دي، بيديها قوة ويحمل عليها، بيقسي فيها تأسية تانية ويضيف. ده المهندس بتاعي يقولك لا عاوزين نعمل عملية تأسية للمحلات ده اللي بشقه قدام جمع البطاطس عشان يناسب الأراضي المصرية. كل اللي عمل التطوير ده مهندسين مصريين. طب ما ده بيتفق معايا يا فندم ان واحد ده فاهم مشاكل البطاطس ايه، مشاكل مزبوط. الجمع ايه، وبتاع بطاطس بس، بيقدر يطور الموضوع ده بالظبط. غير لو مهندس تاني برضو بتاع مكانه بس ما اشتغلش في الحقل ده. لا طبعا لازم يشتغل ولازم ياخد خبرته، او على الاقل لازم يسمع المشكله كويس ويبدا من المشكله يطور ويحسن في الاله. النقطه الثانيه ان احنا عندنا عقول بتعمل معارض، وده اوريدي خلاص اثبتوا وجودكم في مصر بقوه، خلقتوا الاحتياج عند كل المشتغلين في الحقل الزراعي للمهندسين الميكنه الزراعيه. طب لو احنا عندنا زياده في الافكار وزياده في الابداعات ولسه ما عندناش الحقل الزراعي المصري يستوعب هذا، ده هل في امكانيه ان انا اصدر هذه الخبرات وهذه الامكانيات كالات كتصنيع كمنتج نهائي للدول المحتاجه، او اخلق الاحتياج عند الدول الافريقيه كتير حوالينا لهذا المنتج المصري؟ دي اكيد سيادتك احنا شغالين على طول، عملنا بروتوكول تعاون بيننا وبين الانتاج الحربي، مصنع حلوان، وتم توكيل البروتوكول من السيد رئيس الجامعة وأنا ومعالي اللواء معالي الفريق رئيس الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي. إن إحنا سيادتك دلوقتي هننتج، هم هياخدوا مننا الإنتاج، هينتجوه على سكيل كبير وهيسوقوه خارجيا عشان طبعا إحنا جهات تعليمية.
فهم راحوا قال لك احنا نتعاون بقى. هم زارونا في المعرض وجونا الكليه وشافوا الاجهزه بتاعتنا والابتكارات ومشاريع التخرج، قال لك خلاص احنا نتبنى المشاريع فلان وفلان وفلان هننتجه وهنبدا نسوقه بنسبه تعود على الجامعه ان شاء الله من النسبه التسويقيه، وهم يقوموا بالتصنيع كامله. ان شاء الله احنا مش بنبطل، احنا بنطلع كل سنه حاجات مبتكره جديده مش موجوده خالص قبل كده، مش اقل من 15 مشروع منتجين مش موجودين سابقا. الله ده حاجه جميله، حاجه حلوه يعني. سيادتك مشكله بسيطه زي مشكله اللي احنا اتفقنا عليها، السعوديه عاوزه تاخد الابتكار بتاعنا ده وتنتج منه على سكيل. لما لقونا انا ناشف معاهم قال لك طب احنا عاوزين 3000 حته من حلو قوي اشتروا، انما مش هنديكوا النو هاو يعني. تمام. ال 3000 حته دلوقتي انا خلاص اتفقت مع الهيئه العربيه التصنيع، يا هيئه عربيه تصنيع انا هخاطبك رسمي ان انا عاوز من الحته دي 3000 حته وادي المشتري. ايه هي الحته دي معليك؟ عملنا مصياده بسيطه جدا جدا بتصطاد فراشات على مسافه فدان ارض. فراشات اي نوع من فراشات؟ اي نوع فراشات. عملنا سيادتك حاجة بسيطة جدا، عملنا تصميم عالي جدا، عمله طالب اسمه أشرف لن أنساه يعني من الناس الممتازة، عمل لمبة لونها أزرق. لا يا فندم ده احنا عايزة موضوع تاني. لا فاصل قصير ونرجع تاني نشوف موضوع المصيادة اللي عملها الطالب ديت والدولة تاني عايزاه ونرجع تاني. السلام عليكم، عدنا لحضراتكم من جديد. وقبل الفاصل دكتور سمير فاجئنا بحاجة غريبة قوي، قالك لا ده أنا ممكن اخترعنا اختراع اوريدي بيتطبق، إن أنا أكافح الفراشات عن طريق الطاقة الضوئية. إيه الموضوع ده دكتور؟ هل ده بيتشابه مع المصيادة الضوئية اللي كنا بنعملها بلندا وطش تحته؟ نفس الفكرة. نفس الفكرة؟ طب إيه الجديد؟ الجديد بقى إن أنا بحطها على سلند كبير في مساحة كبيرة. بحطها على إيه؟ على عمود كده في الارض. العمود ده في لمبه في نهايته زرقاء، عشان قلنا سيادتك اللون الازرق بيعجب اناث الفراشات. اللون الازرق الاناث بتحبه. واحنا يهمنا الاناث. اناث اي فراشات ولا فراشه؟ لا هو عامه الاناث عامه يحبوا اللون الازرق. اللون الازرق ما شاء الله جميل. والذكور العكس يحبوا اللون الاصفر. الذكور الاصفر. فسيادتك عملنا المصياده دي واحنا عاوزين نستغنى عن الفرمون، لان الفرمون سعره غالي جدا وبتجدد كل فتره، فاحنا استغلنا اللون وبعد اللون ده حطينا طبق تحت حاجه سلندر فيها ميه، الميه دي واخده حركه سريان من موتور صغير جدا في خزان سعته 4 لتر تحت خالص في قاع المصياده. المصياده دي حجمها بتشيلها سيادتك بايد واحده زي المروحه الستاندي بالظبط. الميه بتدور. الميه بتدور من سريان الميه، ما انا مديها في اتجاه فضغط الميه بيخليها تلف. ليه؟ ايه الحكمه ان انا اخليها؟ الحكمه بقى ان انا اخليها ثابته خلاص. لا ما انا عاوز امشي المايه عشان الفراشات اللي بتنزل كم كبير جدا فبتسقط بالجاذبيه الارضيه في 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 الماسوره اللي نازله، فيحصل تجديد فبتتفلتر وتنزل ميه تاني على الخزان نظيفه. بتطلع تاني بالطرمبه الموجوده الصغيره اللي واخده حركتها من اللوح الطاقه الشمسيه مع بطاريه صغيره عشان تشتغل بالليل. يعني هي الطبق ده لو اتملى فراشات جديده ما تنزلش؟ لا تنزل على طول تنزل، بس طبعا سيادتك انا بنظف اول باول احسن. عشان ما حتى الفراشه اللي جايه ما تبصش على المسبحه. ممكن تاثر فعلا. ممكن تاثر طبعا مسبحه صح. انا مش بتاع حشرات بس طبعا فدي طلعت هايله جدا سيادتك. يا دكتور خالد عملناها تجربه في الارض، كم فراشات طبعا بالليل الاراضي كلها ضلمه، اللون الازرق موجود، لمت بقى ما كل ما تتخيله جه وغرق في المحلول. احنا بنحط له سنه صابون صغيره عشان تعمل عمليه لزوجه عاليه سنه في الميه وتعمل لزق كامل للجناحين بتاعت الفراشه، يبقى دخلت غير قابله ان هي تنجى من الميه. انا ما شفتش طبعا الاختراع، هو اكيد طبعا يعني اختراع واكيد ليه شكل معين، انما انا متخيل دلوقتي لما سمعت الكلام دوت هروح للارض بتاعتي اجيب حته فيها لون ازرق واجيب لندا وصابون واغير المايه كل شويه وخلاص، ايه المشكله يعني؟ ما المهم ان انت ما احنا عملنا المصايد. ايه التركه بقى؟ احنا عملنا المصايد لبعض الانواع من الحشرات اللي احنا حاطين الورقه الصفراء معليها الفرمون او لزقناها بمحلول لزج، ده موجوده في الفلاحين. بنحطها في الموالع كان ذبابه الفاكهه، بنحطها في حاجات كتير. انما دي حاجه سهله خالص وغير مكلفه، ده انت هتحطها وما هتنساها. حضرتك في قبل الفاصل قلت لي لا دي هي بتكافح فراشات دودة ورق القطن. احنا ركزنا على دودة القطن، ان احنا عندنا مشكلة دلوقتي مفيش مقاومة يدوية زي زمان. ما عادش بينزل عامل يقلب ويشيل البيض بتاع
اللايف سايكل بتاعت اللقطه دي بتاع زمان ما عادش الكلام ده، ما تلاقيش هذا الكلام. فالنهارده اللي ناس حجمت عندنا في مثلا زي الشرقيه في زراعه القطن ليه؟ هو سبب الدوده. فالنهارده عشان ارش كل يوم بمبيد ثمنه 200 جنيه الرشه الفداني ياخد له كل اسبوع 200 جنيه مبيد عشان اكتر او اكتر انا اقول اكتر يعني هاخد تحضيره 600 لتر عليها كيلو اذا كان المعدل 1.5 على سنتيمتر المكعب. فسيادتك النهارده انا احط 3 مصايد مثلا في الفدان واروح، والمصايد دي هديناها العمر كله عندي، احطها في الخضار، احطها في الطماطم، احطها في كل حاجه. انا قصدي ان الفكره سهله، يعني انا لما سمعتها من حضرتك انا ممكن النهارده اروح اجربها. ايه يعني هل ممكن فعلا تجرب بنفس طريقه بلدي؟ اي حد ممكن يجربها، اي حد يعني، بس انت حضرتك عاملها بشكل ظريف ظريف جدا ويستوعب اكبر كم من الفراشات. طبعا يستوعب فراشات فدان، ما فيش اي مشكله، ما كله بينزل على فلتر، ما فيش مشكله. وزمان يا فندم كنا بنعمل حاجه اسمها تعقيم الاناث، يعني عندنا معقمات سيريلايزرز ان احنا نعقم الاناث، وهذا المعقمات دي كلها كان ليها سايد افكت بتسبب عقم عند مظبوط الاناث والرجال البشر يعني موجود. جميل قوي. فحضرتك النهارده لا جبت استغليت اللون واستغليت الاضاءه واصطدت الاناث، فكانك بتعقمهم وطبيعي جدا زراعه عضويه ما فيش اي مشكله. بالظبط سيادتك. احنا دلوقتي عايزين نقلل استخدام الكيماويات برضو، ما الفرمون ده انا بحطه انا بشمه وانا بحطه وانا بفتح الازازه، موجود في وزاره الزراعه الفرمون ده موجود ومتوفر هنا، ان انا بتعامل معاه ما انا ما اعرفش تاثيره عليا ايه. واغلبيه الفلاحين ما فيش حد بيلبس كيماويات يعني. يعني افهم من كده يا فندم ان الفكره نفسها صالحة لمكافحة كل الحشرات ولا في حشرات معينة؟ بس هي جابت معانا كل الحشرات، جابت كل الحشرات بس انا مركز في التجربة على محصول القطن. محصول القطن دور القطن وعملنا التانية ان شاء الله هتيجي تزورنا معاليك لذبابة الفاكهة، ودي دي مشكلة زبابة الفاكهة اخطر ما يمكن بس دي عملتها بطريقة ذكية برضو. سيادتك جبنا عبوات بلاستيك سعة 20 لتر وديت عملنا فيها الفرمون في السنتر بتاعها، وخرمناها من الجناب بمواسير 16 ملي، خرطوم الراي 16 ملي قطعناه حتت صغيره طوله 5 سنتي وعملنا 10 خرام في الجنب، وحطينا الوصلات الصغيره 16 ملي دي. والفرمون جبناه من وزاره الزراعه بحته قطن وعلقناه بسلك في سنتر العبوه، وعلقناها بين شجر السنه دي الخوخ. كان الخوخ انت تلاحظ السنه دي عندنا في المنطقه اللي عملت فيها التجربه يعني هصور لك عبوه كامله اتملت للاخر ذبابه فاكهه. تخيل الحجم سعه 20 لتر اتملت ذبابه فاكهه ما شاء الله. ومصور ذبابه الفاكهه وهي بتلف حول الثمره عشان تحط الزنب بتاعها وتحط البيض بتاعها، وتبدا الثمره تدود وبعدين تقع من شجره وتبوظ. ما معروفه صورتها وعملت دي موجود عندنا برضو. سيادتك تشرفنا وتشوفوا حاجه تفرح يعني. يعني استغلنا الفرمون اللي اوريدي موجود عندنا وده موجود في الوزاره، واستغلناه ان احنا اضفنا له قيمه، عملنا له مصيده بحيث يعظم قيمه اللي احنا بنصطاد. ما بعديش ذبابه واحده، ما فيش واحده بتلحق تروح على الشجره. احنا دايما بنكافح ذبابه الفاكهه بالمبيدات جزئيه، يعني بنرش كده طعوم جزئيه بحيث انها جزء من الشجره كده، بقع كده بحيث ان الفراشه دي كده تاكل منها وتموت. انما اعتقد ده هيبقى مكافحه قويه جدا يعني. معليك احنا بنعمل كده بس تلاقي 30% مصاب بالذبابه. طبعا عندنا محاصيل كامل اصيبت بالذبابه. يعني اكثر حاجه بتصاب بالذبابه عندنا الخوخ، المانجا مصابة مطلع. وصلت لأصابة البلح، ذبابة الفاكهة خلت البلح المجدول في مصر في بعض المناطق اللي فيها رطوبة عالية دوت. فاحنا المصيدة دي حاجة هاجلة يا دكتور خالد، بتحطها في أي حتة، مش عاوز أقول لك بتجيب ذبابة الجيران. هو النقطة السلبية فيها أنت عارف خطورة الفرمون، بيجيب على مسافة كبيرة فبيجيب ذبابة الجيران عندك لو الجار ما بيبدأش يقاوم زي ما عليك. طب ما دي خطر برضه، خطر جدا، فلازم الايريا كلها. ودي دور الارشاد. يعني مثلا انا لو زرع 2 فدان وجاري ما بيستعملش، ما انا هجيب من اللي عند جاري واخد بال حضرتك وانا بكافح له ببلاش. بالظبط. فلازم الارشاد يبدا ينزل الايريا دي كلها، يتابع عمليه المصايد وينشر المصايد دي ويديها للفلاحين غير مكلفه على الاطلاق، ثمن الفرمون فقط لا غير. لا يشتريه المزارع، ايه المشكله؟ يشتريه يعني مفيش حاجه، بس هتفضل معاه طول. بس انتجت السنه دي تجربه عملناها في جمعيه احمد عرابي على مساحه فدان، وعندي النتيجة ولا ثمرة أصيبت من الخوخ. وسيادتك ولا ثمرة؟ ولا ثمرة 100%؟ 100% ولا ثمرة. أنا مش بقول عشان أنجح مشروعي ولا ثمرة. وأوريك كمية الذبابة اللي اتجمعت في المصايد، هتقول مستحيل، هتقول لا كان الجو كله ذبابة فاكهة. أنا دلوقتي الكلام اللي حضرتك بتقوله
وانا راجل في المجال وايدي فيه واشتغلت في الذبابه واشتغلت في كل حاجه، لا كلام جديد بالنسبه لي. ما بالك بقى الساده المشاهدين بيتفرجوا علينا، السؤال اللي هيورد في ذهنهم، طب ما احنا عايزين زي ما في محل مبيدات يا جماعه، عايزين كده شركه متخصصه للهندسه الزراعيه يبقى فيها كل الاختراعات دي، بحيث اعدي انا يا جماعه عايز دي بكام، دي بكذا، دي بكذا، ويبقى عندي الاجهزه دي كلها. ده مش موجود يا دكتور، يبقى موجود امتى؟ ان شاء الله احنا بنتجه في هذا الاتجاه. طبعا انت عارف الكليه عمرها حديث يعني، والتطور فيها السريع، وهي كليه واحده، هي كليه واحده. احنا بنفكر نعمل وحده ذات طابع خاص، واتفقنا مع رئيس الجامعه ان احنا هننتج هذا الكلام عندنا، وهو هتبقى الوحده. انت عارف الوحده لها لائحه، واللائحه دي هنمشي عليها بالظبط، ولها فلوسها الخاصه ولهم موظفينها الخاصه، وهننتج الكلام ده كله عندنا في داخل كليه الهندسه الزراعيه، وهنسوقه للسوق ونبدا نبسط الفلاحين ان شاء الله بمنتجات الهندسه الزراعيه ان شاء الله. انا شايف انه معرض دائم يا فندم، يعني في بعض الناس اللي بتعمل بايونير وبتعمل بيتنت لحاجات كده بيبقى عندهم معرض دائم، في صفه بقى ان انا عمال اضيف اضيف اضيف، وبعدين بيجي مثلا يعني انا بشوف الحاجات اللي بتظهر بره، الساده المشاهدين قال لا الساده المزارعين بيبعتوا للشركات دي شكاوي معينه، وبتدي الشركات دي ليها وحده بحث علمي، يبتدي يبحثوا الحاجات دي ويطوروها وبعد كده ينزلوها. مظبوط. فانا شايف ان لازم يبقى في تكاتف بين القطاع الخاص وبين حضراتكم، بحيث يتعمل معرض دائم، دايما يبقى فيه الجديد، ومعرض دولي كمان يعني يستقطب حتى معارض من بره، زائرين من بره، لان ده على فكره القاره الافريقيه مليانه، يعني ده لو اشتغل احنا نكسب كتير قوي، نكسب كدوله وككليه، هيتعمل بقى في عين شمس كليه تانية وفي الازهر يعني اكيد هيقلدوكوا يعني. اكيد سيادتك. يعني ان شاء الله احنا في طريقنا فعلا من معرض اللي عدى ونجاحه ان احنا نعمل معرض في الكليه دائم. واحنا بنتعامل مع كل الناس، الدكتور خالد وكذا مره في كذا حلقه سواء في التلفزيون او في الراديو، احنا انا بديهم رقمي كعميد كليه، بيتصلوا عليا عشان حل مشكله في الري، حل مشكله في الوقايه، حل مشكله في نوع التربه، حل مشكله في املاح الابار، دي بيتصلوا علينا واحنا بنرد خدمه ببلاش في اي وقت، ما نقولش لحد لا، وبيجوا يزورونا بنعمل لهم كل حاجه والله العظيم بدون مقابل ولا جنيه واحد. لا وعميد الكليه تليفونه متاح مع الناس، ودي ما بتحصلش. لا احنا مبسوطين جدا ان احنا نعمل يعني هذا في المجتمع. واحنا كلنا لازم نشد ونجر في مصر وننمي مصر ونرفع من اقتصاد مصر، ودي دورنا، مش دورنا تعليمي فقط لا غير. طبعا. لا دلوقتي احنا ما اتكلمناش كمان عن الزراعه المائيه، وكلمنا عن المزارع السمكيه، ايه دور الميكانه في الجزئين دول لان دول كبار قوي وممكن نعملهم حلقه تانية، بس يعني باختصار كده اللي احنا وقتنا خلاص. طيب يعني باختصار شديد معليك، الزراعه المائيه دي صيحه العالم كله، والعالم كله تقدم، واحنا بدانا في مصر، وبدات القوات المسلحه هتعمل النموذج في مطار غرب القاهره على سكيل كبير برعايه احد الاصدقاء الدكاتره المحترمين، وبدا القطاع الخاص ينشط جامد جدا، وبدا ينتج ويغطي السوق عندنا وبالذات السوبر ماركت الهاي في مصر، وبدأنا ننتج أنواع الخس زي الهسبرج، زي كل أنواع الخس المستوردة اللي احنا بنشتريها اللي هي بتتباع لينا في السوق ب 28 جنيه، دي انتجت في مصر وبسكيل كبير ونجحت جدا. الهيدروبونيك أنا بقول للناس يا جماعة ما تزعلوش من أرض صخر، يا جماعة ما تزعلوش من أرض مالحة، ما تزعلوش من منطقة فيها مية مالحة، أنا أشتغل هيدروبونيك، ده أنا بعمل الفدان في الدورة في 40 يوم ب 40 متر مكعب مية، بنتج من الفدان ده 100 ألف شتلة خاص، ببيعها جملة على السيستم ب 18 جنيه، يعني أنا في حلم تكلفة المشروع مرة واحدة، وبعد كده أنا بضيف ثمن المحلول والشتلات فقط لا غير. استهلاك كهرباء قليل جدا، مفيش حاجة ممكن اشغله بالطاقة الشمسية، حاجة فوق الممتازة. بوجه المصريين كلهم يا جماعة اشتغلوا زراعة مائية وركزوا على الهيدروبونيك والساندبونيك، يعني ما تجروش ورا الاكوا بونيك قوي، ان الاكوا دي في دايرة سمك ومشكلة الامونيا ومشكلة انا عاوز اسمد النباتات، مش قادر اسمد النباتات، مش عامر في تسويد بالاحماض بدل هيدروبونيك مية تسويد بالاحماض، بس انا عندي عاوز اعالج الفطريات اللي نشطت بتاع الجذور. بقف هنا بقى، فالمنتج بيطلع عندي مش هو ده بالكواليتي اللي انا عاوزها. ده في الهيدروبونيك ولا في الاكوا؟ في الاكوا بونيك. الله، في فرق. في فرق؟ في فرق. هيدرو يعني ميه يا جماعه، اكوا يعني ميه، ايه الفرق بين الاثنين؟ الاكوا دي دوره فيها في خزانها سمك. الهيدرو الاكوا، الاكوا في خزانها في سمك. سمك. انما الهيدروبونيك ده نضيف تماما ما فيهوش دوره سمك خالص، مع ان الاثنين ميه بس ميزتوها يعني. بالظبط. فمعليك. وفي ساندبونيك بقى، ساندبونيك ده والايربونيك، الساندبونيك ده في زراعه في بوكسات فيها رمله بمخلوط، دي برضو زراعه الهيله اللي بتنجح الخايف في الزراعه.
اسمها يا فندم الساند بونيك. اه الساند بونيك. والايه تاني؟ والاير بونيك. والاير بونيك. دول هيتعمل لهم حلقه مخصوصه يا فندم، لان فعلا المواضيع انا يعني انا ظلمت الدكتور ان انا اتكلم في كل الحاجات دي في حلقه، فان شاء الله انا بوعدكم باذن الله ان احنا نعمل حلقات، لان الموضوع مهم قوي، لان مفيش زراعه بدون ميكنه زراعيه، مفيش تطور زراعه غير بميكنه زراعيه، فان شاء الله باذن الله نتكلم على الساند بونيك ونتكلم عن الهيدروبونيك ونتكلم بقى الحاجات التانيه بالتفصيل باذن الله. بشكر الدكتور استاذ الدكتور سمير حافظ عميد كليه الزراعه، عميد كليه الميكنه الزراعيه الهندسه الزراعيه بجامعه الازهر. شكرا لحضراتكم، وان شاء الله باذن الله مصر في تقدم، وفي حلقات كتير هنتكلمها بالتفصيل عن اهميه الميكنه، وان شاء الله في يوم من الايام هيبقى عندنا معرض دائم لمنتجات مصريه هتلاقوها في كل حته في العالم. مصر في تقدم، في تقدم دائم رغم اي حاجه في الدنيا. ما تخافوش، اشوفكم على خير.